مين يعني بتحبوا مين؟ مين هيكون موجود في المطربين الفنانين اللي هيحيوا هذا الحفل؟ قول لي. طيب بس يعني مش سر يعني عمرو دياب هيكون موجود ان شاء الله. انت بتحب عمرو دياب؟ اه طبعا عمرو دياب يعني فنان مصري مميز الحقيقه، و يعني بيشرف مصر الحقيقه كفنان له سمعته وله تاريخه في العالم العربي وحتى بره في العالم. يعني مين تاني غير عمرو دياب؟ لا يعني هو عمرو دياب هو هيكون مفيش حد تاني المغني الرئيسي. المغني الرئيسي في مغنيين تانيين ثانويين؟ لا يعني هو عمرو دياب، هو عمرو دياب اساسا. عمرو دياب اساسا. طبعا القرار ده مش قراري بقى، انت لما بتخش في جواز وحفلات الموضوع كله مش انت اللي بتاخد القرار. بس انتوا اتفقتوا اكيد يعني انت والعروسه يعني، واحنا بنبارك لها طبعا على يعني على هذه الترتيبات.